أحمد، من أنت كمشارك في دورة المضمدين، احكي لنا إيش عن هاي الدورة؟ نعم، إحنا لنا حوالي 7 شهور مشتركين شباب من قرية البقاعة في دورة مضمدين. عملنا دورة اللي هي 180 ساعة خلال 7 شهور، فيها بقيادة الأخ صالح سعيدة بيرميديك. فيها تعلمنا كيف نوصل للمصابين وقت الجد، وقت هزات أرضية أو وقت وقوع كاتيوشا أو أي نوع صواريخ على البلد. تعلمنا كيف لازم نعمل، وانت لازم نعمل، شو لازم نعمل. فأصبحنا مضمدين والحمد لله. كم واحد اشتركت بالدورة؟ اشتركنا حوالي 16 شخص، كل من القيعة، في معنا شخص من أبس من جث وشخص من يركا من خيرة الشباب في البلد هون. طبعا هذا الاشي مهم انه يكون في البقاع، لانه اذا احنا ما كناش الا مين بده يكون الا، يعني بحالة زلزال او بحالة طوارئ عظمى تم اختيارنا من قبل المجلس المحلي نكون لجنة طوارئ في البلد ونتواجد وقت ما لازم نتواجد. فاحنا على تواصل راح نستمر، والمجلس المحلي تبنى انه احنا نكون لجنة طوارئ في وقت الطوارئ. شو المهام الاساسية يعني بتقوم فيها؟ فرضنا صار هزة ارضية على سبيل المثال، في حالة وقوع هزة أرضية إحنا طبعاً بتكون هزة أرضية شاملة في كل بلاد، فكل بلاد راح يكون فيها مصابين. علينا إحنا يعني نحضر نفسنا ونوصل مع عدة الطوارئ نوصل للمصابين. طبعاً في حالة هزة أرضية بيكون إصابات عديدة، بيكون إصابات نوبات قلبية، بيكون إصابات جروح. علينا إنه نوقف الدم، ننطي نفس اصطناعي للي بيحتاج. علينا نعمل كل الاشياء اللي احنا تعلمنا نعملها، وان شاء الله رح نتواجد على كل الوقت. يعني اذا انت بدك توجه كمضمد انهيتها مثل هاي الدورة بنجاح، اخذت شهادات، وبدك تتوجه مثلا للاهالي انه صار فعلا حدث معين، شو بتقول لهم؟ شو بتصيهم؟ شو يعملون؟ طبعاً مش بس أنا بقصد للمجاريح يعني، أو لا سمح الله صار إشي. طبعاً أنا بنادي لكل إنسان على مقدرة إنه يتعلم هاي الدورة يتعلمها، قديش بيكون عندنا أكثر ناس بيكون أحسن. إذا بحالة زلزال مثلاً لسؤالك، نطلب من الكل إنه يفضل المكان اللي هم موجودين فيه والعمارة اللي موجودين فيه ويطلعوا له الهواء الطلق. وإحنا بنوصل، طبعاً بيكون إصابات كثيرة، وعندنا في البلد الحمد لله كثير مضمدين غير الدورة اللي كانت موجودة بالوقت الحالي، قادرين انه ننطي المساعدة الأولية للمصابين. شكرا جزيلا.